النهارده اعلنت الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل ان هي اضافت اكثر من 100 خدمه طبيه جديده للمنتفعين بنظام التامين الصحي الشامل في النسخه الرابعه من قائمه اسعار الخدمات الطبيه، وشيء عظيم الحقيقه ما يتم تقديمه في هذه المنظومه الجديده التامين الصحي الشامل في المحافظات اللي بالفعل طبق فيها حتى الان اكثر من 3000 خدمه. واحنا بنتكلم حضراتكم برحب بالمهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئه العامه للتأمين الصحي. مهندس حسام مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا بسيادتك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ارجوك يعني قول لنا اهم هذه الخدمات الجديده اللي تم اضافتها. الحقيقه احنا في خلال السنتين اللي فاتوا في منظومه التامين الصحي الشامل زي ما حضرتك عارف بدانا من سنتين في بورسعيد الحمد لله، من حوالي 7 شهور بدانا في محافظه الاقصر، وان شاء الله جدا هنبدا التطبيق في محافظه الاسماعيليه. فبدأنا الفترة اللي فاتت على مدار 6 شهور نراجع كل حكمة الخدمات وكل الخدمات الطبية اللي موجودة اللي بتتقدم للمواطن في المحافظات دي، وقلنا فعلا احنا محتاجين نزود بعض الخدمات. وفعلا احنا بدأنا المنظومة من سنتين كان فيها 1500 خدمة فقط، وبعد كده وصلت ل 2850، واخيرا خلال ال6 شهور الجايين دول في 100 خدمه كمان جداد بين تحاليل طبيه واشعاعات عمليه وخدمات اسنان وخاتمات للتخاطب واجهزه تعويضيه واجهزه سمعيه وبعض كمان المعينات البصريه، بجانب ان في بعض الجراحات زي زراعه النخاع وزراعه الاعضاء برضو عملنا تفعيل جديد ليها. وجراحات الاورام مثلا يا فندم وعلاج الاورام؟ الحقيقه جراحات الاورام وعلاج الاورام من بدايه المنظومه واحنا مغطيينها كلها الحمد لله. طب الحمد ونقدر نقول في ال3 محافظات اللي اشتغلنا فيهم الحقيقه طفره كبيره جدا بتتقدم في الخدمات اللي خاصه بعلاج الاورام بالذات وجميع الخدمات التانية الحقيقه اللي بتتقدم. احنا الفيديو حضرتك بتتكلم، الفيديو شغال، المعدات والتقنيات والاجهزه اللي موجوده حاجه عظيمه جدا. حاجه دي مثلا في بورسعيد يعني المجمع بتاع بورسعيد ووحده طب اسره عمر بن الخطاب اعتقد برضه في بورسعيد، يعني النموذج ده والنموذج في الاقصر حضرتك قد ايه او كام في الميه من المؤسسات اللي خاضعه للتامين الصحي الشامل في بورسعيد او في الاقصر بهذا المستوى الرائع والراقي اللي الحقيقه يعني يتفوق على معظم ان لم يكن معظم، مش عشان اقول الكل، ولكن ما يعني لا يقل ابدا عن المستشفيات الخاصه الكبرى الغاليه قوي، حاجه نظيفه وحاجه راقيه جدا يعني. مظبوط يا فندم، هو الحقيقه ده الستاندرد اللي احنا ماشيين عليه، ده القياس ده الطبيعي يعني. في كل المحافظات ان شاء الله هتلاقي حضرتك نفس النموذج ده بيتطبق زي ما هو للعيادات، لوحدات الرعايه الاوليه، للمراكز الطبيه، للمستشفيات. كل ما بتخش محافظه احنا شغالين على قياسات معينه فيها، في الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه حاطه القياسات دي، وهي اللي حاطه النظم اللي احنا بنشتغل عليها عشان نقدر نطلع بامر الله في خلال ال8 سنين اللي فاضلين لحاجه. زي ما حضرتك عارف في قامه الرئيس يعني وجه بان شاء الله المنظومه تتطبق في مصر في خلال 10 سنين بدل 15 سنه، يعني ان شاء الله قبل 2030 تكون اتطبقت في مصر كلها. فباذن الله كل مستشفيات الحكومه هتضاهي نفس المستشفيات اللي موجوده في القطاع الخاص ويمكن احسن كمان منها باذن الله. والله شيء عظيم جدا. طب خليني اسال حضرتك باشمهندس حسام، ممكن ساعات بعض الاماكن يبقى الجهاز موجود ولكن يقول لحضرتك اصل الطبعه مش شغاله، اصل الدكتور بتاع الاشعه مش موجود. الامور البسيطه دي رغم توفر المعده وهي غاليه جدا والدوله وفرتها، ولكن قد يكون في مشكله في التشغيل، قد يكون في عدم امانه او عدم دقه في التشغيل، ازاي الامور دي بيتم تلافيها ومحاسبه المقصرين فيها؟ المنظومه الجديده عندهم كل اللي بيعملوا فيها بيتعاملوا بنظام تقييم اداء، يعني اقدر اقول لحضرتك شديد جدا. يعني دلوقتي النهارده الطبيب والتمريض والأطقم الفنية جزء كبير جدا من دخلهم بقى أصبح محطوط على الأداء، وعلى كمان جزء أساسي ألا وهو رضا المواطنين. في دلوقتي المنظومة فيها إدارة كاملة اسمها رضاء المنتفعين، والإدارة دي كل مريض بيدخل المستشفى بيملى بيان كامل عن مدى رضائه وعن الخدمة اللي اتقدمت له،
وفي كمان بنعمل زي استقصاء كل 3 شهور لكل 6 شهور عن مدى رضا المنتفعين داخل المنظومة. بتكلموهم، بترجعوا لهم يعني بالظبط كده، يحكوا تجربتهم. بنكلمهم ويحكوا التجربة بالكامل ويقولوا لنا رأيهم إيه، وكمان أثناء وجودهم في المستشفى أو في الوحدة أو في المركز بيتعمل معاهم الاستقصاء عشان نعرف إزاي نحسن من الخدمة. وده على يعني اقدر اقول لحضرتك على مدار السنتين اللي فاتوا اثر كتير جدا، ان احنا لما بناخد ردود افعال من المواطنين وبالذات لما بتبقى ردود ايجابيه وبناءه بنقدر نحسن الخدمه اللي احنا بنقدمها، وده اللي تم بالفعل وده اللي خلانا زودنا كل حزم الخدمات على مدار السنتين بهذا الحد. انا بشكر حضرتك الحقيقه شكرا جزيلا، وكل القائمين على هذه المنظومه الرائعه، واللي ان شاء الله باكتمالها بعد 8 سنين قبل 20-30 اكيد دي هتضع النظام الصحي المصري في مكان تاني خالص، وهيتبدل بمعنى الكلمه يعني النظام الصحي كله في مصر وبطبيعته بتركيبته. فشكرا جزيلا مهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئه العامه للتامين الصحي.